فزورة في معلومة، ومعلومة في فزورة. فزورة في معلومة لصحتك. معلومة لصحتك في رمضان هتبقى فزورة لصحتك. 30 فزورة في 30 معلومة هامة ومفيدة لصحتك. والجوائز للفايزين قيمة جدا. انتظرونا على البرنامج العام في رمضان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الست اللي بترضع وعايزة تصوم في رمضان تعمل ايه وتصوم ولا لا؟ اولا، قرار الصيام بالنسبة للست اللي بترضع بيفرق حسب عمر الرضيع ده. يعني الست اللي بترضع لو ان طفلها لسه في شهوره الاولى، يعني لسه ما تمش 6 شهور، يبقى المولود في الفترة دي معتمد في تغذيته تماما على لبن الام، لان مش مسموح في اول 6 شهور من عمر الطفل اننا نديه اي حاجة غير الرضاعة الطبيعية بس، وده حسب التوصيات الطبية العالمية. فعلشان كده ما ينفعش الست تصوم في رمضان لو جه رمضان عليها ولسه طفلها صغير ما تم 6 شهور، علشان مش عايزين اي حاجة تؤثر على لبن الام اللي هو الغذاء الوحيد للطفل في الفترة دي من عمره. لكن لو جه رمضان بعد ما المولود تم 6 شهور، لو الست فضلت انها تصوم ممكن تصوم، بس بشرط انها تحافظ على التغذية الجيدة، وانها تاكل وتشرب حاجات تكون غنية بعنصر الكالسيوم. يعني مطلوب مثلا تشرب 1 لتر لبن في اليوم خلال الشهر الكريم، يعني 4-5 كوبايات بين الفطار والسحور. وكمان تحافظ على انها تكتر من السوائل والمية، يعني لازم تاخد سوائل في الفترة دي ما تقلش عن 2-3 لتر، علشان ده بيساعدها على استمرار إضرار اللبن عندها وما تقلش كميته. وكمان بننصحها تاكل حاجات مفيدة زي التمر والعسل، خاصة أثناء السحور وقبل أذان الفجر مباشرة، علشان يديها كمية كويسة من السعرات الحرارية تنفعها في الصيام في ساعات النهار. وطبعا لازم تهتم جدا بمكونات الغذاء بتاعها، يعني لازم أكلها يحتوي على جميع العناصر الغذائية زي البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الهامة، علشان تقدر تدعم صحتها أثناء الصيام في شهر رمضان. بننصح الست اللي بترضع إنها لما تصوم في رمضان لو شعرت بأي تعب أو إرهاق شديد مع الصيام وحست إنها مش قادرة تصوم، هنا يبقى الأحسن إنها تفطر حفاظا على صحتها وعلى صحة طفلها. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.